بعيدا عن الشيء المعلن، لأنه تأليف الحكومات أمر بده كتير تركيز، بده كتير متابعة بعيدا عن الإعلان، لنقدر نضمن أنه نوفر له مستلزمات النجاح. نعم اليوم عم أقول كلمتين لحتى أوضح للرأي العام بالدرجة الأولى أين نحن بهالمجال. اللي بقدر أقوله أنه في وسط غابت شروط والشروط المضادة اللي ما استكانت ولا ارتاحت ولا وقفت على مدى 5 أشهر، مساعية وبالتعاون الكامل مع فخامة الرئيس مستمرة رغم الظروف الصعبة ورغم المستجدات، مستمرة لأنه الأمانة، أمانة تأليف الحكومة، أمانة التكليف غالية عندي، لأنه التأييد الشعبي، تأييد الناس اللي لمسته وما زلت عم بلمسه طوال هال5 أشهر هو اللي بخليني ما أتخلى عنها وما دير ظهري إلها وأتحمل. ما بخفيكم أنه ما زلت عم بتحمل، لأنه شاعر أنه الناس عم تتحمل معي. باللحظة اللي بشعر أنه هالأمر أصبح منه ضرر أو أصبح منه أذى على البلد وعلى الناس، لن أتأخر دقيقة في اتخاذ الموقف المناسب. لكن طالما ثقة الناس فيي، طالما تعاون فخامة الرئيس معي بهالشكل الإيجابي والبناء، طالما حأستمر بالسعي. طبعاً أخذ بعين الاعتبار المعاناة الكبيرة اللي عم بمر فيها البلد، ويمكن أبرز ما تجلى فيها هو بالأمس هالإضراب العام التحذيري اللي ما في حدا يتجاهله ويتجاهل أثاره السلبية على البلد، وخصوصاً إذا ما تمادى هذا الموضوع في ظل تدهور وانهيار في المجال الاقتصادي والمالي والإنمائي في البلد صار له فترة أشهر وربما ما قبل. من هون نعم حأستمر، ولكن بحب أقول تأليف الحكومة مش فشة خلق، تأليف الحكومة مش هوى أو نزوة على الأقل عندي، وتأليف الحكومة مش شهوة، كما أنه بنفس الوقت منه مطلوب أن يكون شهية سياسية مفتوحة عند كل اللي لهم دور في هذا الموضوع. من هون عم نسعى وعم نطرح تصورات، عم نطرح رؤى، عم نطرح أشكال معينة لحكومات ممكن تواجه وتتصدى وتعتني بهالوضع الحساس والدقيق اللي عم نمر فيه. تداول مستمر مع فخامة الرئيس، تداول مستمر مع القوى السياسية، مع كثير كما قلت من الشروط والشروط المضادة، مع كثير من العقبات من عدم التسهيل. هذا هو واقعنا اليوم، واجبي أني أكون واضح فيه، وواجبي أنه واجه الجميع فيه. نعم طالما القوى السياسية غير متفقة ومتباعدة ومقاييسها اللي بتعتمدها
في رؤيتها لتأليف الحكومة تعود لها ولتعود لمكانتها ولنفوذها ولمكاسبها ولمواقعها، ما حيكون من السهل أنه تلتقي وتجتمع معنا في تشكيل هذه الحكومة اللي عم تلمسوه صلنا 5 أشهر عم نعاني فيه. فهذا هو الواقع المؤسف، ولكن أنا لن أيأس ولن أتخلى عن المهمة طالما كما قلت شاعر بأنه الناس معي والناس ثقة فيي ما زالت كبيرة. هل ضربت صيغة 3/8 أم 3/8 بعد مطروحة؟ وهل الهيئات الاقتصادية ستدفعكم أكثر نحو تأليف الحكومة؟ موضوع الصياغ وموضوع الأرقام كلها هذه أمور تفصيلية، المهم أن يكون هناك نية جدية عند كافة القوى السياسية لتأليف هذه الحكومة. النية التي تجلت بوضوح في التكليف بقولها وبقولها بكل صراحة ما تم متابعتها في التأليف. أنا واضح في هذا الأمر من أول الطريق. موضوع حكومة تبدأ بالتعطيل تنطلق بالتعطيل ليس فيه برأيي فائدة، هذا أمر واضح فيه ما بدي أكرره كثير، ولكن نعم تمسكي بعدم التعطيل هو من أجل تسهيل وتفعيل عمل الحكومة ببعد الوطني، مش من أجل عرقلته أو تكبيله من أول الطريق بعناصر سلبية. أولا الرئيس بري مشكور على مساعيد دائمة لإيجاد مخارج ولإيجاد تصور يساعد في حلحلة الوضع، وهي مش أول مبادرة بيطرحها، وبالتالي أنا يعني بشكر الرئيس بري دائما على جهوده وقلتها سابقا في مواقف، بس ما حقدر اليوم فوت بتفاصيل أو يعني علق أو اتفاعل مع مضمون هذه المبادرة، لأني من البداية ما فتت ولا اتفاعلت مع أي مواقف سياسية أو طروحات، لأني حريص لأنه ما يكون في سجال في هذا الموضوع، وإذا من سيكون هناك من متابعة في هذه المبادرة أو غيرها من المواقف، نعم بالطرق التي اعتمدت من البداية في التواصل المباشر بعيدا عن الشيء المعلن لا نقدر نعطي فرص نجاح أفضل، ولكن لابد أنه طبعا أقول أنه الحوار بشكل عام أمر مطلوب لحل الكثير من قضايانا الكبيرة في لبنان، ولكن موضوع تشكيل الحكومة هذه مسؤولية الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية. دولة الرئيس نقل عن لقائكم بالنائب ولي جبلات أن النائب ولي جبلات حمل إليكم الضوء الأخضر من المملكة العربية السعودية لتشكيل حكومة جامعة تجمع كل الأطراف، ما مدى صحة هذا الكلام وماذا أيضا عن لقائكم بالنائب ولي جبلات؟ لقائي بالنائب بوليد بيك هو لقاء مش الأول ولا حيكون الأخير، وهو في إطار السعي إلى تشكيل الحكومة، ولوليد بيك وزن وموقع مؤثر وكبير، وبالتالي أنا أحرص على التواصل معه في هذا الأمر، وبالتالي بقدر أقول أنه نعم بيرفضني وليد بيك من وقت إلى آخر بأفكار وبأراء تساعد، وأكثر من هيك يعني ما فيني أقول، ولكن أيضا شكرا لوليد بيك على جهوده. انطلاقا من دعم الشعب اللي تحدثت عنه وتفهمه مع فرحان الرئيس، لماذا لا تذهب إلى تشكيل أو طرح تشكيلة ربما يسمونها أمر واقع؟
تطرح تشكيل بيروت؟ أنا قلت قبل بمرة أنه أنا مع حكومة الواقع، أنا لست مع حكومة أمر واقع، أنا مع حكومة الواقع. الواقع اللي بستمده مما أرى فيه فائدة لبلدي ولوطني ولدور هذه الحكومة، أي حكومة، ولدوري كرئيس حكومة. لا أريد أن يعني أفرض شيء ولا أتحدى أحد ولا يعني أتورط في شيء قد لا سمح الله يأتي منه ضرر أكثر ما يأتي منه فائدة. من هون التريث ومن هون الاعتناء اللي أنا حريص عليه. شكراً لكم. الله. إذن مشاهدين الكرام، استمعنا إلى تصريح الرئيس المكلف تمام سلام الذي قال إن لا جديد في موضوع تأليف الحكومة، وأنه يتحمل هذا العبء لأنه يشعر أن الناس تتحمل معه، ولحظة يشعر أن هناك ضرر على البلد والناس لا يتأخر دقيقة في اتخاذ الموقف المناسب. الرئيس سلام قال إنه يأخذ بعين الاعتبار معاناة البلد الكبيرة، وخاصة بالأمس مع الإضراب العام، وأضاف أن التأليف ليس فشة خلق وليس شهية سياسية، وتعاون مع فخامة الرئيس ميشيل سليمان مستمر، وتأييد الناس هو الذي يدفعه إلى الاستمرار، مضيفا أن هناك طروحات عدة مع القوى السياسية التي لديها شروط وشروط مضادة وعقبات وعراقيل، وهذا واقع مؤسف ولن ييأس ويتخلى عن هذه المهمة. هذا كل شيء إلى اللقاء.